انا انسان مرتب، انت تعرف ايش اسوي بالغرفة. لا بس المغسل مجلة تجي بعد شوي. اغسل هنا انا، ما اغسل بالمغسلة. نايم انت يوم تجي المغسلة صح؟ ليه ودي المغسلة؟ ليه يقعد 5 ايام؟ انا اعرف اغسل، ماني غبي نفسك يعتمد على المغاسل. تسقط علي؟ ايه تسقط علي وانا موجود؟ ايه يرضيك؟ ايه يرضيك؟ طيب ثوبك الثاني موجود معلق صح؟ صح؟ ايه خلاص يعني. لا مو معلق. لا كله وديت المغسل. متى؟ ما عندي الا هذا. اليوم جاء؟ امس جاء. والله اقول انت نايم يا مسلم. متى نايم؟ نايم امس. ما نمت. يوم البث ما يشتم هو شغال، يوم منقطع البث. احلف. ايه احلف. يا فاهي يا فاهي صحصح. انا نايز اسمع، مو جالس في الجلسة الأخيرة. ايه. انا وسلطان واحمد رحيم. وانا. انت قمت؟ لا ما قمت. شلون ما قمت يا رب؟ نمت عندك. والله قمت. والله اني نمت. لا تحلف. والله. ضاحي. والله اني نايم يا مسلم. اي قمت انت. قصدك قمت انام انت، ما ادري انت نايم او لا. انت جالس معنا 5 دقائق. بس رجعت انا ونمت. المهم نمت. واصحى شوف نايم كذا زين، بمد علي رجولك شوف نايم كذا شوف شوف ولد معك ناظر لي اصبر يا ليل ضاحي نايم كذا زين ايه؟ انا لا نمت انا دوم بالمشي حطوا ديني كذا كرفا مشيت المدبين نايم كذا نايم يوم صحيت الا منو قدامي زياد الشرق ايه سويت كذا شوف سويت كذا ناظر يقهر والله معك والله يناظر انت انت زياد سوالف هناك فاعلمكم والله انكم انتم طاقه ايجابيه وانتم بسم الله شي بسم الله اي والله قال ايش فيك؟ هات يقول صوت كذا زياد قدامي اوه قلت اوه والله قال لي كذا هات ايش فيك يا ويلي امس قال لنا كلام حفزنا والله مو حفزنا فوق اذا في شيء فوق التحفيز ترى كلام زياده امس ليش اسمه زياد؟ يزيد بالكلام والله لا بيضحك هذه صدق بطله يا سالفتك يا اخي انسان بس تبي اصدق كسر خاطري مشان جراح بالمطبخ اليوم ايه ليه؟ قلت للجميري قلت يا عبد الله بما انك يعني انت وزياد اخويا وكذا ودين وهذا خلوا يرغب راي فدي قال يرد على المطبخ ايه قال زياد قال راح شمري يقول يعني شو اسمه الغل ابراهيم قال كلنا يراعي شغله بس كلنا يعني مثل يرقص في جبهتي متى رقدت؟ الساعة 12 يمكن لا ما 12 حول واحد انت معي بالغرفة صح؟ يا ويل حالي شو اسمه؟ سخن انت صاحي يقول لا تبتعد يا حبيبي اكره الابتعاد والله صوتي زين يا عبد الله والله زين بس حفز اليوم بثينا بالتيك توك كم مره تعيده؟ تدري جاء حساب إيه؟ طلبني طلبه يبي التيشيرت اوه على بالي شو اسمه؟ والله تم على بالي محمد دعيت تهدي فنايلك على هالعالم اول وين يا ابو؟ شوف راح محلق مضيع المدرسه شوف محلق الرجال مضيع المدرسه يا ابوي شوف محلق